اذكر أشياء قل استخدامها في الوقت الحالي. يلا أستاذ مثنى، أشياء قل استخدامها في يومنا الحالي. القراءة، استعمال الكتب. القراءة، نعم والله صح، بس خلينا نشوف موجود بالاستبيان. خطأ. طبعا هذا لربما موجود مثل ما قلت، ولكن هذا الاستبيان اللي اجى مبني ايضا على انه شارع المتنبي، بهواية كتب الناس تقرا، بعدين بالانترنت يقرون، وهاي اكو اشياء. خلينا نشوف اكو اشياء حياتيه موجوده قل استخدامها. السينما. السينما قل استخدامها. خلينا نشوف السينما. السينما ليس استخدام، ان ارتاد للسينما نعم، بس مو السينما مو استخدام. احنا دنقول اذكر اشياء قل استخدامها وليس ارتيادها. والاخت صبا، شنو الاشياء اللي قل استخدامها اليوم بالوقت الحالي؟ التليفون الارضي. التليفون الارضي، خلينا نشوف التليفون الارضي، وهو كذلك. برافو، تفضلي اخت سنان، تفضل اخ مثنى، برافو. الهاتف الارضي. تشاورون من هسه شاشين يعني. يلا جوان انطيني جواب. السنارات مات الحياكه. ها، سنارات الحياكه. سنارات الحياكه. الخطأ الاول، اذكري اشياء قل استخدامها في الوقت الحالي. صبا قالت الهاتف الارضي، لان حل مكانه اشياء كثيره، هو الموبايل والايباد وغيره 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 وغيره. شنو الاشياء اللي شفناها الان اختفت او قل استخدامها، صارت قليله؟ المروحه اليدويه. المروحه اليدويه. المروحه اليدويه خطا. اكو ناس كثيرين الان يستخدموها، اذا مو من باب التهويه من باب الزينه، شايفه هاي الصينيات وغيرها، مو صح؟ موجوده اكو لا اكو اشياء اهم. هذا الخطأ الثاني، والخطأ الثاني انتبهوا. الخزرجي شدوا حيلكم. ومثنى، استخدام وسائل النقل. استخدام وسائل النقل. استخدام وسائل النقل. خطأ ثالث، مع الأسف فكروا كما يفكر الآخرون. شوفوا شنو الأشياء اللي قاعد تختفي أو قاعد يقل استخدامها. وست إنعام شو تقول؟ الراديو. استخدام الراديو. أنغام. الجمال. ها؟ ركوب الجمال. ركوب الجمال. وبنان. راديو. ها؟ راديو. الراديو 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 والجمال، قل ركوب الجمال، ما شاء الله، يا سلام. والآن نجي على سنان، سنان هي اللي تقرر. سنان شو تقولين؟ الاستماع للراديو. الاستماع إلى الراديو قل استخدامه. خطأ خطأ خطأ، يعني خطأ خطأ خطأ. إذن مبروك للخياطة، 18 نقطة.